القصة ديالكم، بغيتوا حوار أجيو عندي مرحبا بكم. أنا ما شوف ما جبتش معايا بنياتي، ما جبتش معايا الديور نعطيهم لكم دابا. بغيتوا الحوار أجيو عندي مرحبا بكم. تكون الامور واضحه بلاتي الله يخليك ازل. انا شوف جيتي لهنايا جيتي وتكلموا معايا، جبتي النافذات ديالكم رانا كنقراهم. اذا كان الغرض ديالكم تبينوا لي المطالب ديالكم راني شفتهم، اذا كان الغرض حاجه اخرى ما متفقينش. ثم الأقاليم ثم المحليات ليكون حزب العدالة والتنمية مهيئا من الناحية التنظيمية لتأطير المواطنين بالدرجة الأولى ومشاركتهم في محنهم وفي مشاكلهم والتجاوب معهم والتواصل معهم والاستجابة لاحتياجاتهم. مرة أخرى يكون أيضا بهذا مستعدا لأن ينخرط في العمليات الاستحقاقات المقبلة الجماعية والجهوية والمهنية وغرفة البرلمان بمجلس المستشارين، وهو لا يخفي هذا. ولذلك هو حزب سياسي منخرط بجدية، منخرط بالتزام، منخرط بتضحية، منخرط بنضالية عالية في عملية السياسية تخليقا، في العملية السياسية وجودا، في العملية السياسية اقتراحا من بدائل، في العملية السياسية كآلية من آليات الإصلاح والتغيير. أشكر بالمناسبة الإخوة الذين عبروا عن وجهات نظرهم وعن مطالبهم، وأقول لهم مرحبا بكم، وأقول لهم مرحبا بكم عند العدالة والتنمية، مرحبا بكم في الحزب الوطني الذي يقدم مسؤوليته، مرحبا بكم لأن هذا الفضاء فضاء ديمقراطي، لأن هذا الفضاء ما وجد إلا ليستجيب لتطلعات الشعب المغربي، ما وجد إلا لأن يكون مستجيبا لمشاكلهم. ولذلك الإخوة سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالأطر أو بغيرها من الملفات هي مسجلة الآن كما كانت مسجلة من قبل، ولم تكن مغادرة لأجندة الأخ الأمين العام ورئيس الحكومة. لكن الموضوع اسمحوا لي وأنكم صرحاء، اليوم أتينا لأن نكون معكم صرحاء، لا أن نقول لكم ما تريدون، لكن أن نقول لكم الحقيقة التي تعرفونها ولا تنكرونها، أن نقول لكم واقع المجتمع المغربي، الواقع التي ورثها حزب العدالة والتنمية والحكومة وكل الشركاء. أنتم تعرفون من الاستقلال وقبل الاستقلال وبعده أزمة السكن كانت قائمة، لا يمكن لعبد الإله بن كيران أن يحل هذه اللحظة، لكن هي حاضرة بإشكالاتها. هذا اسمع مزيان هذا ليس هروبا، هذه هي الحقيقة. لاجندة كيف هذا الشيء؟ مشكل السكن حاضر، مشكل الصحة حاضر، مشكل التعليم حاضر، لا نريد أن يكون مزمنا. ولذلك سينخرط حزب العدالة والتنمية والحكومة بكل جدية وبكل التزام وبكل حقيقة وصدقية في معالجة هذه المشاكل. لا تهمنا المقاعد، لن نستريح في هذه المقاعد إلا أن نتجاوب مع مطالب الناس، لكن يحتاج الموضوع إلى بعض الوقت. بلا ما نقولوا لا خصنا نديروا الشعبوية، أتقدموا الملف، أتقدمات عملية لتحرير الفضاء الإعلامي أو لتحرير الإعلام، تقدمات مقترحات وإشارات لتحرير أو لمعالجة مشاكل ديال التجهيز وديال النقل وديال الصحة وغيرها. كاينين الناس اللي عندهم دايرين العصا في الرويضة. الكلمة اللي بغيت نشير ليها هي كالتالي، حزب العدالة والتنمية ماضي
ماض غادي وساصل في أن تكون لرؤيته أن يكون لرؤيته وجود في المجتمع، وأن تتثبت أفكاره في المجتمع وخياراته الديمقراطية في المجتمع. لن يغالب أحدا، لن يزايد على أحد، كل هذه الأمور بالتشاور وبالتشارك. الحكومة ماضية وستبقى ماضية، ولن يزعجها هذه المناوشات من هذا الجانب أو ذاك، أو التشويش من هذا الجانب أو ذاك. الحكومة واخذة الوقت ديالها الكامل والكافي. عملية التغيير الشعب ليتواصل معها وليسمع عن همومها، عاملا جهده لحل كل الملفات رغم كل محاولة تقويض هذا البناء الذي يقوده هذا الرجل المناضل الكبير، فمرحبا به عندنا. الحمد لله، أنا أريد أن أقول لهؤلاء الإخوة أنني كرئيس الحكومة أشعر بأن هنالك جهات كثيرة تعارضني، يشوش علي حين أخاطب المجتمع المغربي.
ديالكم اللي عبرتيو عليها بالتصويت نهار 25 نوفمبر، واللي صفتوا لي الناس، صفتوا لي الناس تيقولوا لي ما سحاب الناس غادي يعطيوكم النتائج ديالكم. حنا كلنا نمشيو نصوتوا، عندي من بعد الله الثقه ديالكم اللي تبنى عليها التعيين ديال جلاله الملك. الله الثقه. اللي تأكدوا من واحد القضية، عندكم تسغلطوا ويسحب لكم النهار اللي ما تبقاوش باغييني غادي نجي نكون رئيس الحكومة ديالكم بزمنكم. عندكم تغلطوا تسحب لكم، أنا شايف، أنا ما شايفش. أنا كلفتوني، كلفتوني إلا بغيتي ديروا داك اللافتات باش نسمعوا واش كتقولوا، ماشي عيب بركة، ماشي اللافتات وما تخليونيش نتكلم، ماشي معقول. سمحوا لي يا إخوان المحترم، ودابا خليونا نتكلموا، خليونا نتكلموا يا إخوان. عمر العدالة والتنمية عمره ما غيكون حزب كيحضي الباب وما يسمح بالدخول. عمر العدالة والتنمية ما غيخاف من المجتمع. البارح في الدار البيضاء قالوا لي الإخوان دخل من الباب الخلفي، قلت لهم عبد الإله بن كيران ما كيدخلش من الباب الخلفي، كيدخل من قدام الناس. ولو كان اليوم الإخوان ديالكم ما غلبونيش ما غندخلش من الباب الخلفي، لأن ما كاينش من أين ندوز. الحمد لله لأنكم جيتيو بهاد الكثافة، لأنكم كتثقوا في العدالة والتنمية وبغيتي تسمعوا اش كتقول، كتثقوا فيها وبغيتي تسمعوا اش كتقول، لأنكم كتثقوا في المستقبل أنها غتبذل مجهودها. يمكن 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 نفشلوا، ممكن. لا 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 ما تقوليش هكا، لا يمكن نفشلوا، ولكن ملي غنفشلوا حنا الأولين غنقولوها لكم. ما تحتاجوش ديروا حتى شي حاجه، حنا ماشي حزب اللي غادي يجيب البيتبول باش يضبط البشر، ولا ايوا عقلتيو ولا نسيتيو على الحزب اللي جاب البيتبول؟ عقلتيو؟ حنا ماشي حزب اللي غيصوركم بالكاميرات، حنا ماشي حزب، حنا انتوما خوتنا وحنا كنحكموا بالاراده ديالكم. ولا بغيتيونا حنا معاكم، ولا ما بغيتيوناش غنتفرقوا خوت. الله يعاون نعوم. ولاني شويه بشويه صنتوا عليا، الله يجزيكم بخير. القضيه خوتي ماشي قضيه لعب، ماشي قضيه حاجه بسيطه، ماشي قضيه بعض الوظائف، ماشي قضيه بعض المساكن. الا بغى الله ومشات الإصلاحات في الاتجاه الصحيح ما غيكونوش 2000 وظيف، غتكون عشرات الآلاف ومئات الآلاف ديال الوظائف وديال الدراسة. ما غيكونوش مئات الدور التي بنيت في ظروف خاصة، غادي يكون السكن الذي يحفظ كرامة الإنسان لكافة المواطنين تدريجيا والواحد تلو الآخر. إلى لأن علاش هذا الشيء الأخوة؟ أنا نقول لكم، إحنا من اللي جينا أولا جينا في إطار تحول حقيقي ماشي اللعب. بن علي كان قابط البلاد بيد من حديد، جمع الأموال وتحكم في الرقاب فانفجر الوضع من تحته وأصبح لاجئا يبحث عن مكان يؤوي. مبارك كان يحكم دولة فيها 80 مليون من الناس،
لا يجرؤ أحد أن يرفع صوته فيها. بين عشية وضحاها أصبح في السجون يتحرك بطريقة المرضى المحتضرين. وبالقدافي الذي كان يتعرض في بعض الأحيان لرسول الله مات شرميتا. احنا المغاربة، احنا المغاربة حتى واحد ما يزيد علينا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. احب الشعوب التي تحب سيدنا محمد هذا الشعب. وحنا ما كنديروش الفوضى، كنحتجوا الى تمس الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اجيو غير للقبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، تشوفوا المغاربه الا كانوا داخلين والمغربيات بالخصوص كيفاش كيتاثروا ويعبروا على التاثر ديالهم باش تعرفوا مدى العمق ديال المحبه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب وديال ال البيت ديالو الكرام. حنا جينا في اطار اضطرابات شعبيه وثوره اجتماعيه حقيقيه، فماشي حنا دابا جينا باش نلعبوا. ولا تقولوا سبحان الله هاد الدراري ديال العداله والتنميه عياو من تقشف حيدوا ديك اللافته باش نشوفكم، راه ما كنشوفكمش. راه عزيز عليا نشوفكم، والوجه ديالكم هو اللي كيعطيني الالهام باش نتكلم. راه صافي فهمت عندكم مشكل ديال السكن ودرت معاكم الجيول عندي، مرحبا بكم. جينا الاخوان، جينا في اطار، لا ما تشوشوش عليا، لا جينا الاخوان في اطار ظاهره اجتماعيه. وكان الحمد لله سبحانه وتعالى انه في بلادنا الضر كان على قد الحال، الضرر كان على قد الحال، والله سبحانه وتعالى كرمنا الملك ديالنا اللي خدا المبادره ما كملتش 20 يوم على الاحتجاجات الشعبيه باش يعطينا الطريق للتصالح بين الدولة والمواطنين من خلال دستور جديد وانتخابات جديدة أعطت حكومة جديدة ترأستها المعارضة اللي كانت واقفة في وجه التحكم واللي وقفت في وجهه وقالت له اللهم إن هذا منكر وما خفتش منه. وطبعا إلى واحد الحكومة جات جات وبدات تتصرف الشؤون ديال الشأن العام وترأسها واحد الحزب اللي أول مرة كيدخل الحكومة، من الطبيعي توقع بعض الارتباكات، طبيعي لكن اعترفوا. ولكن لا جينا نشوفوا البهرجة والتشويش والتشويش الخطير واللي وراءه جهات غير معروفة، جهات وجرائد ومجلات تسمم الجو غتقول هذه الحكومة هذه اشنو باقية كدير. بلاتي نفهموا وحدة وحدة، في الاول فاش جينا قالوا بن كيران تنازل عن صلاحياته الدستوريه للملك، علاش؟ لانه المؤسسات الاستراتيجيه خلت تعيين فيها جلاله الملك. اولا انا كنت واضح معكم من الاول، قلت لكم وقلت هذا الشيء في الاعلام، قلت لكم لا كنتي وعوالين على شي رئيس ديال الحكومه يدابز لكم مع الملك ديالكم قلبوا على واحد اخر، انا ما صافش لكم.
هذه الأولى. ثانيا ما كانش تعيين من قبل جلالة الملك. كل المؤسسات الاستراتيجية في المبادرة ديال الوزير المعني والاقتراح ديالي برسالة مكتوبة وموقعة، وانا ما تنكتب وتنوقع الا على اللي عرفت عليه قدر المستطاع. ملي جابوا لي السيد الوالي السيد المدير العام للامن الوطني، قلت لوزير الداخليه تجي لعندي، وجا وقلت له تجيب السي في ديالو وجابو، وقريت داك الشيء وسمعت ليه وحملت المسؤوليه ورفعت المقترح لجلاله الملك وتعين في المجلس الوزاري، وهذا شرف له وشرف للحكومة. واش انا غادي نوقع على شي حاجة اللي الضمير ديالي ما يسمحليش بها؟ يمكن نغلط، ممكن، انا انسان، لكن ماشي معقول نعمل شي حاجة اللي ماشي مشروع. وغنمشي عند الله وما غينفعني ساعتها لا وزير الداخلية ولا الملك ولا حتى واحد فيكم، غادي يكون الحساب ديالي بوحدي عند الله. وحنا هادشي كلشي من النهار اللي دخلنا لهادشي، حنا اللي جابتنا من النهار الاول المنطق ديال الحركه الاسلاميه كنقولوا على الله، الا كملنا هاد الحياه ومشينا عند الله تكون العاقبه بخير وتنزل علينا الرحمه بحال اللي كتنزل علينا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما نعرف شنو، وشافوا هذه القضيه ما شداتش، بقاو كيقولوها ما شداتش. جاوني من جهه اخرى قال لك بن كيران باغي يدير انقلاب على الملك. يلاه قلتيو باللي نازل على الصلاحيات ديالو شويه، كتقولوا انقلاب كاين هادشي بالجرائد ولا ما كاينش؟ واش هادشي؟ وقولوا غير كلمه واحده وشدوا فيها من الاول حتى الاخر نفهموكم. هادو كيقلبوا دابا في الاخر ما شداتش القضيه ديال الملك لا من هنا لا من هنا، لان الحمد لله الملك ديالنا راجل فاضل تيبغي الشعب ديالو. انا كنقول هذا الكلام بعد ما شهدت، بعد ما تعاملت معاه. اسمع مزيان وتنقول لكم هذا الكلام باش تبقاو شادين في الملك ديالكم على الدوام. وسمعوا مزيان وانتهى الكلام في هذا الموضوع، ما نبقاوش نعودوه 10 ديال المرات. دابا سالت القضيه ديال الملك، دابا ضروري السباهه. قال لك السباهه هو العلبه السوداء، هو الذي يحركني في الخفاء. واش هذا الشيء قريتيه ولا ما قريتيهش؟ وزيد. قال لك غنمشي للسعوديه ندير العمره على حساب الملك ديال السعودية، وهذا مساس بالسيادة المغربية. دخلت عليكم بالله، واش المسلمين إلى عرض شي واحد على شي واحد يتسمى مساس بالسيادة؟ واش فيها شعار؟ وسيدي جلالة الملك محمد السادس هو اللي صفتني للعمرة. شنو بريوسف؟ ولا إني ما كيجيوش يتحركوا. عندهم الاساليب، عندهم الجرائد، عندهم المجلات، عندهم الجمعيات، كيقلبوا لي على الوسائل والاساليب. يلاه وليت رئيس ديال الحكومه، جابوا لي مظاهره البرلمان. اش كاين في هذه المظاهره؟ قال لك العيالات جايين يحتجوا عليا حيت ما درتهمش في الحكومه، مع انني انا الحزب الوحيد اللي درت برا في الحكومه. منين جايبين هاد العيالات؟ من تارودات. هاكا عبد الله هسوسة إلى ما سيروا سولوا هاد العيالات لاش جابوهم؟ وشكون اللي جابهم؟ هذاك اللي جابهم وربما تلقاو معاه شي اتصال مع شي وحدين اللي ربما بنية حسنة جايين ربما، ولأني ماشي باغي نسوء ابدا
باش يسوسوا باش يشوشوا على العداله والتنميه. ما تشوشوش على العداله والتنميه، راه الشعب كيبغيهم وغيدور فيكم. وهاد الايامات واحد الحمله الفنانين واحد مورا الاخر كانوا ناعسين كيبانوا ليا بخير وعلى خير ما قالوا والو وشويه جايين. واحد قال لك انا بغيت ندي ليه بلاصتو، الاخر قال لك انا بحال قيريت. الاخر وقيريت شحال عطيتيه منها كيفاش؟ واش هذا كلام؟ الفنانه راه الشعب كيبغيكم، وانا واحد من هاد الشعب ملي كنسمع لكم شي مره كتبكيوني، شي مره كتضحكوني، شي مره كتعجبوني، شي مره ما كتعجبونيش. واني خليوكم بعاد وانتبهوا لواحد العادات ديال المذيعين والفنانه شحال بقاو كيعتذروا من بعد على مواقف وقفوها ربما لمصالح محدوده، ولكن ما عمركم تجيو ضد الشعب وضد الإرادة ديال الشعب وضد الناس اللي كيبغيو الشعب. اش كاين الاخوان؟ انا نقول لكم لو كان لا سوف لا الاخوان، انا اللي كنتكلم اخواني في واحد القضيه. انا راه ما جيتش لانه خصكم تعرفوا السياسه ديال البلاد علاش مرتبكه، علاش مضطربه، علاش ماشي ما تنحقوا والو، تنحقوا كنبنيو الطرقات والمستشفيات والجامعات والملاعب، هذا الملعب ما كانش يمكن هذه 20 عام ما كانش، ولا اني الراحه النفسيه ما كايناش. علاش؟ لانه الناس كيشعروا بان الامور ماشي هي هذه. اش بغاو المغاربه؟ اش بغاو؟ بغاو العدل. المغاربه بغاو عيب عليكم حشومه عليكم. من دابا شويه غنبدا نقول لكم شكون اللي صفتكم. عيب عليكم. خلوني نتكلم. عيب عليكم، حشومة عليكم. انتم ولاد الشعب، انا جيت بالإرادة ديالكم، انتم اللي صوتوا عليا في 9 شهور ما يمكنش، ولكن صوت صنتو ماشي كل ساعة تنوضوا توقفوني. عيب عليكم حشومة عليكم. طبيب حكم الحزمة،
فيه الناس اللي بغاو الخير للبلاد وفيه الناس اللي ما بغاوش الخير للبلاد، ولو كان ما بغاوش الناس الخير للبلاد ما يجيش عند العداله والتنميه. خليها خلطوش عليا تسحب لكم. انا راه ما كنتلاعبش في هذا الشيء. السي القباش ضيف ديالنا ورجل شريف تحدى معاه ومازال بغا نتحدى معاه المره الجايه، حنا مستعدين. ولهذا خليونا الله يخليكم كونوا رجال. الشعب المغربي عقل مزيان. اش كنقول لكم؟ الا مشيتيو حتى تساهلتيو وخليتيو التشويش يلعب عليكم وضعت لكم هذه الفرصه، راه ما عارفينش شنو غادي يوقع لكم. ولهذا ديروا عقلكم ووقفوا كالبنيان المرصوص في وجه الفساد والمفسدين والمبدين في كل مكان. انا ما نقول لكم يا اخوان، ما بغيتش نقول لهاد الاخوان اللي شوفوا علينا غير حال ولا والو يجلسوا يتصنتوا مرحبا بهم اخوتنا، ولا بغاو يتكلموا معايا يجيو لعندي نستقبلهم في رئاسة الحكومة داخل القصر الملك، داخل الديوان الملكي. مرحبا بكم. استقبلت مالي الطاكسيات، استقبلت المعطلين، استقبلت كل شيء. أطبعان معايا، أنا عارفكم. لو كان ما كنتش عارفكم ما نجيش لهنايا. طبعان معايا، أنا نقول لكم. ولهذا الإخوان القضية هو أن هاد البلاد هذه 50 ولا 60 سنة وهي رغم الإنجازات رغم أن عندها أبناء ضررة، رغم الإنجازات ديال الملوك ديالها ما كتشعرش بالراحة. علاش؟ لأن ما كيبان ليهاش بأن الأمور مقادة. كانوا قبل اليوم، لا كانوا قبل اليوم كيقولوا الوظائف وشويه كتلقى ناس توظفوا ما تعرفوش منين جاوا شكون هما كيفاش. اليوم ما يمكنش. كانوا قبل اليوم كيتوزعوا البقع على الفقراء والمساكين وشويه كتلقى اغنياء وناس عندهم الديور وعندهم الاراضي ياخذوا عشرات البقع والمساكين. كانوا قبل اليوم الوظائف الساميه تجعل الى عاد غتقوم القيامه. كانت الوظائف الساميه، البعض منها ما كيفهموش الناس هاد السيد شكونه فين كان، كيفاش تولى مسؤول، كيفاش تولى رئيس مؤسسه، كيفاش تولى وزير، فوقاش خدم في المجتمع، فوقاش خدم في الجمعيات، فوقاش خدم في السياسه. كانوا كيشعروا باللي ما كاينش العدل. اليوم المغاربه بغاو العدل، بغاو الى مشاو للاداره يلقاو الاداره كتحترمهم وكتقضي لهم المصالح ديالهم. بغاو الى مشاو المغاربه بغاو الى مشاو للمستشفى يدخلوا ويلقاو العلاج على قدر المستطاع. بغاو المغاربة المدرسة ديالهم تقري لهم ولادهم، ولا كانت بالفلوس ماشي عيب ولكن ليس على حساب المدرسة العمومية. المغاربة اليوم سمحوا لي يا الإخوان اللي ما تبقاش الهمزة، ما يبقاش البيستون، ما يبقاش ولد فلان وفلان، ملي تولي الإجراءات الإدارية لا تحابي غادي ينوضوا غادي يخدموا غايعملوا العجب غايحققوا المعجزات غنلتحقوا بالدول المتقدمة. وهذا هو المشروع ديال العدالة والتنمية. قولوا لي علاش كيحاربونا؟ واش كيحاربونا هادو اللي كيحاربونا هاد المشوشين؟ واش كيحاربونا لاننا فشلنا؟ لا،
كيحاربونا لأننا خايفين يظهر النجاح ديالنا. اليوم جات حكومة يمكننا نقولوا ما دارتش بزاف د الحوايج، ولكن هاد الحكومة كتحس بالشعب